مرحبا، اليوم تروجتنا لبن يوناني مع الفواكه والشوفان. طلعوا معنا بهذا الشكل الحلو. خلينا نشوف الطريقة مع بعض. أول شيء بنجيب الزبادي اليوناني، كل 150 جرام فيه 10 جرامات بروتين. راح نحط كل 150 جرام بكيس. بعد ما حطينا الزبادي اليوناني راح نزيد عليهم شوفان بهذه الطريقة، تقريبا شي ملعقة كبيرة. أنا عم استخدم ملعقة صغيرة، وكل شي راح أزيده هلأ هو بيكون اختياري حسب الموجود عندكم بالبيت. أنا راح أحط شوية زبيب، كاجو، شوية لوز، شوية بيستو حلبي، الفريز أو الفراولة مقطعة. راح نجيب الرازبري، بلو بيري، مثل ما اتفقنا هذا كله شيء اختياري، اي شيء فواكه بالبيت فيكم تضيفوه. هنزيد موز مقطع بهالطريقه، وبالاخر رح نزيد عليها شيا سيدز. بذور الشيا هي كثير مفيده للانسان، وخاصة على الترويق او الافطار. هلا رح نجيب عسل بلدي ونضيف عليه بهالطريقه. وهيك ترويقتنا بتكون جاهزه، طلعوا معنا بهذا الشكل الحلو. وهلا هيك صاروا جاهزين للأكل، فينا نجرب وحدة. بسم الله.